هلا نحن طبعا رح يكون عندنا تو سوفت وير، في فلويد سيم نيوماتيك وفي فلويد سيم هاي. واتفقنا انه شو طبعا ككومبوننتس كسيمبوليك يعني كله زي بعض. هي بتفرق ايش؟ انه هون حيكون الباور سبلاي تبعتي اويل بام، وهون حيكون كومبريسر. طب اوكي، انا هلا رح افتح الفلويد سيم نيوماتيك. بروح على اليو، في عندي تو ويندو مسويتني. بتلاحظوا في عندنا تو ويندو، الويندو الاولى هي الورك سبيس اللي بدي ارسم السيركت تبعتي عليها، وهون اللايبرري. اللايبرري هي بتحتوي الكومبوننتس اللي انا احتاجها عشان ابني السيركت تبعتي. اوكي طيب، هلا احنا اتفقنا نحن حسب السيركت اللي رسمناه لكم اياها قبل شوي. بدي اكشواتر، هي سلندر. بدي باور سبلاي، لانه اكيد يعني فيش مطار بيشتغل بدون كهرباء، فيش سلندر بتحرك بدون ما يكون باور سبلاي تبعك موجود. فبدي باور سبلاي، وبدي دايركشن كنترول فالف اللي بغير لي الدايركشن، لانه بالاخر السلندر بدي الهواء يتغير الدايركشن تبعه. اوكي؟ فانا في عندي نيوماتيك اللي هي انا السوفت وير تبعي فتحته. الباور سبلاي اذا بتلاحظوا انه كلهم مصنفين بصف لايبرري، فبتغلب ما بتغلبك في التدوير على الكومبوننت. فانا بدي السبلاي، فانا السبلاي تبعي شو بده يكون؟ بمعنى بشتغل نيوماتيك، فالسبلاي بيكون كومبرسر، صح؟ فانا بفتح السبلاي بلاقي هاي كومبرسر. باختلاف السمبل تبعه انا بيهمني الكمبرسر. دراج، بمسك الكومبوننت بضغط الماوس وبسحبه. بضغط الكومبوننت وبعمل له دراج على الورك سبيس تبعه. اوكي؟ طبعا ديليت لاي كومبوننت ما بتحتاجوها حاليا، احنا بدنا الباور سبلاي الكمبرسر. لو عملت دبل كليك على الكمبرسر، شو بهمك في الكمبرسر؟ قديش راح تعطيك برشرايزد اير؟ بدك اياها 6 بار، بدك اياها 10 بار، بدك اياها 20 بار، بدك 100 بار، بتقدر تحدد من هون قديش انت بدك البار تبعك. تمام؟ لما بتشتغل سيميليشن مش حيكون فرق معك. بس لما بتشتغل في اللاب كثير فرق البار بدك تكون انت بنتبه شو البار بتشتغل عليه، لان الكومبوننتس تبعتك في الاخر لها ماكسمايز بتتحمل. يعني انت اذا بتشتغل على كومبوننت سلندر في اللاب بتتحمل 10 بار، مش منطق تحط البرشر على 20 بار، صح؟ فباللاب مهم جدا تكون انت على العلم قديش الماكسيم تتحمل الكومبوننتس تبعتك وقديش البرشر انت عملت له سيتنج. ها بالسيميليشن ما بيهمك، لانه بالاخر سيميليشن احنا بنشتغل. الا اذا طلب منك في الامتحان، لانه انت عارفين في امتحان عملي هيشتغل يوزنج فلويد سيم. فانا اذا طالب منك انك تكون محدد البار هالقد لازم تعمل هذا الخطوه. اوكي؟ طب احيانا بيهمك الفلوريد. نحن عاده بالبمب او الكمبريسر بيهمنا البار، بالبرشرايز بيهمنا الفلوريد. الفلوريد هي سرعه الهواء. اوكي؟ مبدئيا انا احط البار على 6 وخلي الفلوريت 1000. طيب حطينا باور سبلاي، شو بدنا؟ الاكشواتر تبعنا، صح؟ واتفقنا انه سلندر. طيب بروح بدور اكشواتر بين، بفتحها. انواع كثيره من الاكشواتر، في عندنا مالي بركزهم بالتو تايبس، بهدول التو تايبس. هاي بنسميها دبل اكتنج سلندر، وهي سنجل اكتنج سلندر. شو الفرق؟ لاحظي انه هي لها 2 بارت وهي لها 1 بارت. يعني هاي مشان تحركها لازم مره تفوت الهواء من هون ومره تفوته من هون، صح؟ هاي لا، بتفوته من هون بتطلع تعمل اكستند، مشان ما قطعت الهواء بترجع، لانه في سبرينج بيتم رجعها. فهي اسمها سنجل اكتنج سلندر، هاي دبل اكتنج سلندر. حتاخذوها برجع بالتفاصيل ديورنج الكورس وديورنج اللاب. انا بالرسم حطيت لكم دبل اكتنج سلندر، فبعمل ديليت لهاي وخليت السلندر تبعتي دبل اكتنج سلندر. دبل كليك عليها. شو بهمك بدبل اكتنج سلندر؟ بهمني باراميتر احيانا الماكسيمم ستروك، قديش بدك الماكسيمم تعمل اكستند عليه. بهمك البوزيشن، البوزيشن تبع البستول. بهمك الدياميتر تبع البستول. طبعا هي كلها حتاخذوها اهميتها في الكلاس، بس انت هلا حاليا ركز انه انا بقدر اغير اي شيء بالسلندر تبعتي، طولها، عرضها، الدياميتر تبع البستول تبعها من خلال هذا السوفت وير. اوكي؟ حكينا شو كمان ناقصنا؟ الدايركشن بتحط الفالف، صح؟ طيب بنروح على الفالف. هاي في فالف، في عندنا اكثر من نوع تحفيز، في شيء اسمه كونفجريشن دايركشن فالف، في فريكونسي يوز واي فالف، في شط اوف فالف او فلو كنترول فالف، في بريشر كنترول فالف، في بروبشنال فالف. كل فكره فالف انه هو بده يتحكم بالاير بريشر تبعه، الفلو تبعه، الدايركشن تبعه بتحدد. اذا انت بدك تتحكم في الدايركشن بكون اسمه دايركشن كنترول فالف، إذا بتتحكم بالفلو بس اسمه فلو كنترول فالف، إذا بتتحكم بالبرشر بسميه برشر كنترول فالف.
فالضابط الأساسية باختلاف شو هو ايش بتحكم. اوكي؟ طيب نحن حطينا دائرة شكل الضار. فأنا بفتح دائرة شكل الضار. لاحظ إن أنا بدي تو بارت، مرة الهواء يطلع من هون، مرة الهواء يفوت من هون، فأنا أكليس لازم يكون تو بارت أبوف بالدائرة شكل الضار. فأنا بدي أجيبها. أرجع عيد، ليش اخترنا هاد؟ هذا عارف ليش اخترت هاد؟ إيش الأنواع الثانية؟ يعني بقدر أستخدم هاد؟ ليش؟ لأنه بدي one port out. طب أنا بدي two مرة هون مرة هون مرة هون، فبدي two out البورت، صح؟ عشان اخترت هاد. هاي عندي أربعة واثنين، هدول بورت output port. الهواء بيطلع مرة من أربعة، مرة بيطلع من two. أوكي؟ طيب هلا نحن قلنا الفالف كيف بدي اعمله انرجايز؟ يا بكون ميكانيكال، يا بكون بايلوت، يا بكون الكتريكال، كل الانواع تشتغل عنها في اللعبة. بس هون كيف بدي اعملها؟ دبل كليك على السوفت وير. بقول لك انت بدك اياها ميكانيكلي، مش بطل هذا السايد والسايد الليفت او الرايت ميكانيكلي، عملته اون باي مش بطل من الجهتين، هاي شايفين؟ مانيوالي باي مش بطل، في اذر اوبشنز بتقدر تختارها. عندك السلكتر، بوش بوتوم، ليفر، كلها اشكال بغض النظر، المهم انه انت ميكانيكال حيوجع. اوكي؟ طيب الانيشال بوزيشن، انت بدك انيشال يكون بهذا البوزيشن ولا البوزيشن جنبه؟ خلينا نرجع نشوف شكل الفار، هاي الفار زي ما حطيت الفار. بدك انيشال يكون هذا الشغال بوزيشن ولا هذا البوزيشن؟ فهون بتحدد، يا بدك هذا البوزيشن زي بتحط النوب هون، يا بترفع الوضع الحالي. اوكي؟ طيب. طبعا لاحظ اسمه، اسمه 5 واي 5 باي 2 طبعا، 5 باي 2 واي كنترول فولت، هذا بنحكي لكم التسمية من جد. اوكي. شايفين هذول البورت؟ 1 2 3 4 5 صح؟ مش هذول 5؟ بقول اسمه 5 سلاش. كم بوزيشن عندك؟ ويا هذا البوزيشن يا هذا البوزيشن، فكم بوزيشن عندي؟ 2 5 باي 2 دايركشنال كنترول فالف مانيوالي اوبريتد باي بوش بوتون. صعب التسمية؟ لا بين ما بدناش. بعد كم ضرب؟ 1 2 3 4 5 بحط 5 سلاش. كم بوزيشن عندي؟ يا هذا البوزيشن يا هذا البوزيشن، هذا بحكي شان بوزيشن. بحط سلاش 2 دايركشن، انا بدي اتحكم في الدايركشن. كنترول فالف مانيوال اوبريتد. ليه مانيوال اوبريتد؟ انا حطيته باي مش بطل، فهو مانيوال. لا الكتريكال سيجنال ولا بايلوت سيجنال. مانيوال اوبريتد باي مش بطل. يعني انا حاطه ايش؟ مش بطل. ضل؟ هلا السيركل تبعتنا صارت كاملة، بتوصل، كيف بوصل؟ بس بحط الماوس، مش انا حطيت الماوس على البورد يعني ما عملت شيء، لكن بس شيء بيطلع لي هذا السيمبل بضغط بوصل. عملت اول وير، ثاني وير. اوكي، الباور سبلاي لازم يجي وير؟ على نمبر 1. ليش نمبر 1؟ هاي بصير كيف يعني ستاندر دائما رقم 1 او كلمه او حرف لتر بي، يعني لازم توصله بالكمبرسر الباور سبلاي. ثلاثة وخمسة الأعداد الفردية عادة ترمز للأكسس، شال الأكسس. هلا نحن بالإلكتريكال سيركت، عمركم شفتوا إلكتريكال سيركت أوبن؟ لازم أول شرط الإلكتريكال سيركت يكون كلوز، صح؟ لأنه كرنت بده يمشي بكلوز باث، بينفع تكون أوبن يمشي كرنت؟ نو، صح؟ نفس الشيء في الجيوماتيك وفي الهاي لازم يكون عندك كلوز باث. شال الكلوز باث بيطلع من باور سبلاي وبرجع للريسيفر تبعتك أو الأكسس تبعتك أو وات ايفر، بس لازم يكون في كلوز سيركت. هلا بحالة الجيوماتيك عندنا الاير نحن وين نجيبه؟ من الهواء صح؟ من الجو. فلازم يرجع الهواء وين؟ على الجو. فلازم هون اوصل الاكسس تبعي. الاكسس تبعي هو قصدي الجو المحيط، بس ما ينفعش اترك هيك، لازم في سمبل اني انا بدي ارجع الهواء للجو المحيط حواليه عشان اكمل السيركت تبعتي. اوكي؟ كيف بدي اعمل الاكسس؟ ضرب كليك بحط هذا السمبل. هذا السمبل المثلث المقلوب السبلاي مثلث راسه لفوق. الاكسس تبعي مثلث راسه لتحت، هذا معناه ان انا بطلع للجو. اوكي؟ تفضل. زي الجراوند يعني؟ زي الجراوند. بس بحالة انت الكهرباء الجراوند عندك هو معروف القطب النيجاتيف مثلا البطارية زي ما بنحكي عليها. بالنيوماتيك الجراوند تبعي ايش هو؟ الجو. بالهايدريك لا بكون في تانك.
بالهاد قلت انا بنيجي على هاد يكون هو الجراوند تبعي لازم يكون تانك. اوكي؟ طيب. معلش بس مهندس اذا كان العكس ايش بتكون؟ هاي هلا اللي راسه لفوق هاد معناها باور سبلاي. اللي راسه لتحت معناها اكزوست. اوكي؟ ولازم اثنين يكونوا موجودين، طبعا ثلاثة نفس الشيء. ضل لك ليك لانه لازم يكون عندك اكزوست. هيك السيركت تبعتي كامله. هلا انا بدي اخذكم قبل ما امرر للسيركت احكي لكم كيف السيركت بتفكر. الهواء طالع من هون صح؟ وهو انا اوريدي محطوط انيشال بوزيشن هذا البوزيشن. يعني الهواء طالع من هون متصل 1 مع 2 فالهواء طالع ل 2 فات من هون دفع لي البستون لورا صح؟ مشان يدفع البستون لورا لازم الهواء اللي هون يطلع ولا اذا ضل الهواء محشور ما بتتحرك السلندر صح؟ هاي فكره الكلوز باب. مشان تتحرك السلندر لازم الهواء اللي هون يطلع. بيطلع وين بيجي؟ 4 على 3 على 5 على الجو المحيط فيه فالسلكت بتتحرك بتعمل ايش؟ ريتراكت. غيرت البوزيشن جبت هذا البوزيشن. هذا البوزيشن شو بقول لي؟ بقول لي لا صفت 1 ضل محطوطه على 4 صح؟ هي اللي بالنص هي معناها 1 وهي 5 وهي 3 في الاذر بوزيشن. متخيلين الوضع؟ هلا بعد مباراه مشان تشوفوها. فصف الهواء طالع من 1 ل 4 فايت على مقدمه السلندر دافع البستون الهواء اللي بالكاب اند طالع جاي وين؟ على 3 حركه السلندر عملت ايش؟ اكستند. فانا كل ما غير البوزيشن بتغير الدايركشن تبع السلندر ما بين اكستند which means خروج البستون لبرا او ريتراكت دخوله لجوا. اوكي؟ طيب خلينا نخربش نعمل ران خلينا نشوف كيف نشتغل السيركت. بكل بساطه بعمل ران بكبس البليك. اوكي؟ طلع هلا مبين اللون البلو اللون البلو دارك بلو انه انا الهواء اوريدي بهذا البوزيشن انا فعال شغال. فالهواء مبين طالع من 1 ل 2 عامل ريتراكت بالسنتر. اذا فعل هذا البوزيشن ضل ضرب مش مطر. ضل ضرب مش مطر شو صار؟ الهواء صار طالع من 4 شفت البوزيشن؟ من 1 ل 4 عمل السلندر اكستند ريتراكت اكستند ريتراكت. طبعا هاي الحركة اللينير موشن هي كثير مهمة مش حكي لي واحد شو يعني تتحرك اكستند ريتراكت لأنه أنا لاحظت كل ما طلعت الكهرباء هي عبارة عن روتيشن موشن صح؟ وإذا بدي إياها لينير بضطر أحط جير. وكثير عندنا مصانع تعتمد في الاندستري في البروسس على مصانع تعتمد إنه أنا بدي لينير موشن. فاللينير موشن كثير مهمة بالعكس الهايدروكنيوماتيك هي ميزة فيه إنه أنا بقدر أعطي لي دايركت لينير موشن بدون ما أضطر لجير أحول فريتشكال من روتيشنال من موفمنت روتيشنال لينير موشن. أوكي؟ فهاي الحركه كثير مهمه مش يعني مش عملت اكستند تراب هاي بتعمل لك كثير ابلكيشن في الحياه. اوكي؟ مفهومي هاي؟ هذا عندي مشكله؟ ارجع عيدها؟ طب هلا وقف هذا